كبروسي اصلي شعره دبسي عكفة عالية عين بيضة ودان طويلة شغل لا فيش لا في عك ولا في كلام السن يا حاج الاصل اصلي والخليط خليط والسن جوز كسرة جوز واحد ثواني يا حاج شيل الاكل اللي على اسنانها ده دم كامل كسرة جوز ما شاء الله كبروسي شعرة دبسي دم كامل كسرة جوز ما شاء الله والعين البيضة ما شاء الله والعكفة العالية اللي مش موجودة عند أي حد ما بفهمش في المعيز ما شاء الله ما شاء الله المستورة عند رمضان عبية بس ما شاء الله شعرة دبسي دي سنها إيه يا حاج؟ دي كسرة جوز برضه يا دكتور ما شاء الله وعين بيضة ما شاء الله أهي ما شاء الله ما شاء الله جوز واحد والعكفة العالية أهي ما شاء الله والعين البيضة أهي ما شاء الله والشعرة الدبسة أهي ما شاء الله والاتنين لسه بقارة بقارة هو ده الشغل بتاع الحاج رمضان يا ابني المستورد عندي انا بس محدش يعرف يجيب المستورد الا رمضان عبيد ما شاء الله عارف الحته اللي زي دي يا حاج بيتكلموا فيها بكام 50000 و60000 الحته اللي زي دي معين بيضا ده 50 ولا 30 احنا ببلاش ببلاش اللي عايز شغل يجي ياخد من عند الحاج رمضان والله يا حاج بتبقى حتت زي دي وبيتكلموا فيها ب60000 يلا الله يسهل اللي هياخدها ودول دمهم اعلى يعني ممكن يبقى نفس التقليب بس مش نفس الدم ده وتلاقيه بيتكلم فيها ب60000 وب50000 مش عارف دم كامل عين بيضة شعرة دبسي كسرين جوازي اتنين شامورت شامورت الاتنين لسه شامورت الله يبارك للي هياخد واللي عنده من ده الكذاب يا ابني اللي عنده من ده ايه؟ كذاب ربنا يبارك يا مشكلة اللي عنده من ده ايه؟ كذاب اللي عنده من ده ايه؟ كذاب اللي عنده من ده ايه؟ كذاب رد يا كذاب اللي عنده من ده ايه يا كذاب اللي عنده من الحلاوة دي ايه؟ كذاب يبقى كذاب يلا دخل الجوز دول وقت التانيين